So as the conflict evolves to what some are calling world war on Syrian soil, the propaganda machine is also let loose by different parties with different narratives. One of those narratives says that Assad is in fact fighting terrorism and that he and his supporters have been victims of extremism since the conflict began. Successfully pushing that narrative has allowed the international community to turn a blind eye to the attacks on Syrian homes. Russia, considered by some of the most effective in its fight against ISIS, claims it's only targeting ISIS, with a lot of its attacks landing here in rebel-controlled Aleppo. So obviously ISIS is here, otherwise why would Russia and Assad be sending warplanes to these parts of the country? We're going to ask that question to the people that live here. العم يقولوا انه داعش مسيطر على حلب وهذا السبب اللي بيصير ضرب طيران بحلب صح هالكلام شيء مستحيل ما في داعش هون يعني حلب مين مسيطر عليها مو داعش لا مو صح الكلام لا مو صح حلب مو داعش المسيطره لا وداعش موجوده هون بحلب لا مو موجوده ما موجوده لا بحلب ما في عندنا اسمه حدا اسمه داعش وفي صار ضرب طيران هون نعم في ضرب طيران مين اللي عم يضرب الطيران الروسي ما في داعش هون ما في يعني مناطقنا كلها ما في داعش داعش موجوده هون طب مين اللي عم يضرب بتعرف طيران روسي طيران بالحال مدني بضربه وين بتلاقي مدني بتلاقي طيران هون ما في داعش ما في داعش طلع فرك واحد جيبي مثلا لا ما وصل الحكي نحن هون ما عندنا لا داعش ولا هم يحسنون ما في هون داعش لا 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 طب في ضرب طيران هون في ضرب طيران اي نعم هذا الحكي لا مو نظام مثل ابدا ما في داعش هون لا داعش مو موجوده هون طب ليش عم يضربوا معناتها هي المنطقه بسبب وجود الجيش الحرب بحجه وجود داعش عم يضربوا المنطقه حلب لا ما عندنا نحن دواعش طور طب الطيران عم يضرب هالمناطق عم يضرب ايه مين اللي عم بيضرب الطيار الروسي لا مو مزبوط داعش مو موجود هالمناطق كلها شو داعش وين داعش طب في طيران هون عم يصير ضرب في طيران لك مين عم بيضرب طيران روسي ما في داعش هون موقفكم من داعش انتم بتأيدوا داعش ولا ضده لا نحن ضد داعش لان هذا مو عمل انساني عم يسووه داعش يعني ولا بشرع ربنا هذا تمام هذا ما برضى فيه شرع الله عم يسوونا وموقفك من داعش طبعا ما بنأيدهم اسالك انت شو موقفك من داعش انت بتأيدهم ولا ضدهم لا طبعا انا ضدهم انت ضدهم ليش ضدهم لاني عم بقتلونا مين الطرف اللي عم بيضرب الطيران اكيد يا الروسي النظامي يا الروسي النظامي طب بدي اسالك انت مسلم طبعا مانك مع داعش لا بس مين اللي عم يضرب يعني طيران روسي عم يضرب طب فيني اقول لك يعني مثل اليوم كان في تقريبا شيء 3 طيارات بالجو كان في 3 طيارات وداعش مانا موجوده هون ما في داعش so it seems that ISIS are nowhere in sight and the victims of these airstrikes are in fact the people that are fighting them and more so ordinary civilians but also victims of Islamic extremism. So if I try to conclude this, it seems as if the people here have three enemies, ISIS, Assad, and Russia. And that sort of explains why it's here that the planes are in the sky. Rami Jarrah, Anna Press, Aleppo.